اهلا بحضراتكم مره تانية، واول فقرات البيت الكبير مع الناقد الرياضي المميز ومستشار طبعا التحرير لموقع القاهره 24 الاستاذ الكبير عصام شلتوت. مساء الخير استاذ عصام. مساء الخير يا كابتن هاني، على حضرتك وعلى كل جمهور قناه النادي الاهلي، وانت كمان كابتن هاني ربنا يخليك الكبير كرويا وفنيا وفي كل حاجه. ربنا يخليك، منورنا يا استاذ عصام. و يعني عندنا شويه ملفات كده برضو عايزين نعرف راي حضرتك. نبدا باول يمكن حاجه، طبعا الاعلان الرسمي لصفقه طبعا بدر بنون اللاعب المغربي لصفوف النادي الاهلي. شفت الصفقه دي ازاي وتاثيرها على التدعيم بشكل عام للنادي الاهلي في ان شاء الله الموسم اللي جاي؟ طبعا صفقه يعني من العار الثقيل. بدر بنون لعيب كوره، بدر بنون ينفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا بنتكلم عن قيادات الخطوط، ان كل خط كده له قائد. هو بالضرورة مناسب جدا للكرة الحديثة، من اول ما عدلوا فكرة انه اللعب يبدأ في ضربة المرمى من غير ما تخرج زي ايامكو خارج ال 18 وبالتالي سلم واستلم. هو كمان بيفكر كويس قوي الكرة معاه، كمان مواكب طريقة موسيماني. موسيماني واضح انه هو من ابناء نفس صحيح. المدرسه، حتى لو ما كانش فيه تعديل اعتقد ان موسيماني دي كورته، الكره اللي مخلوطه بين البرازيل واوروبا زي ما قلنا قبل كده عن موسيماني يعني. وبالتالي طبعا صفقه ليها مدلول كبير جدا، بس هي كالعاده النادي الاهلي لا يشتري يعني لمجرد الشراء او ارضاء قاعدته او قواعده الجماهيريه صحيح. بمجرد صفقات، مع المناداه انه الصفقات يعني في العشر سنين او في العقد الاخير بقت ضمن ادوات الفوز، يعني وكان الذي يفوز بضم لاعبين جدد ده كده مبدئيا فتح كلام اكنه نجح في شيء ما، اكنه بيسعد جمهوره. اكد كلام حضرتك في الجزئيه ديت، وهسيب حضرتك تكمل، ان عمليه التحضير للموسم من اهم مراحل التحضير على مستوى العالم. يمكن يورجن كلوب كان عنده يمكن لقاء صحفي وقال سبب السنه اللي فاتت سبب نجاح وتفوق ليفربول ايه، فقال هو التحضير المبكر لصفقاتنا وخططنا في الملعب من بدري شويه، وده اللي بيقوم بيه النادي الاهلي. جزء الثاني ان يعني طبعا ايد برضه حضرتك، لان في الفترات اللي فاتت يا استاذ عصام وانت اكيد متابع، جماهير النادي الاهلي بتقول لك دايما النادي الاهلي طب انت بتبص ليه لراس الحربه والخط الهجومي، احنا صحيح. محتاجين حد في الدفاع. فوجود بدر بنون اضافه مع طبعا كل اللعيبه المميزين في خط ظهر النادي الاهلي، بيكام كمان انت عارف لاعب وادي دجله كمان بيقوم بدور اللي حضرتك بتتكلم عليه، يقدر يبني من تحت، فكلها دي بالظبط نفس حضرتك الطريقة. في ده يتماشى مع فكر موسيماني وسياسه النادي الاهلي. بالظبط، يتماشى مع سياسه النادي ويتماشى مع فكر المدير الفني، اللي طبعا يعني انا مره قلت لحضرتك لو فاكر، لو قدر مثلا لعصام شلتوت، مش هقول اي شخص وخلاص، انه يكون المدير الفني للنادي الاهلي فهو يعامل معامله يورجن كلوب، يعني له مطلق الصلاحيات صحيح. ما عدا العبث بمستقبل النادي الاهلي طبعا. يعني ما فيش حاجه اسمها يمشي هاني وعصام، لكن لا يلعبها لا يلعبها بتاعته، يعني مش السنه دي مش معايا السنه دي مش معاه، ماتش مش معايا ماتش مش معاه. وبالتالي الاختيار لما يتوافق مع اثنين مدربين فايلر ثم موسيماني، كمان التركيبه الكرويه الجديده اللي بقى فيها مش بس الاشراف على الكره وهي عاده النادي الاهلي ولجنه كره، لكن المره دي كمان دخل فيها سنس وكانك بتتعامل مع المدير الرياضي. لكن مين بقى المدير الرياضي؟ كابتن خطيب، كابتن محسن صالح، والمدير الفني، يعني كمان مدير رياضي، يعني تريبل مدير رياضي صحيح. وبالتالي اختيارات ابدا ما فيهاش غير ما يحتاجه النادي حقيقه. وبالتالي في ظل ظروف اصابات كثيره جدا، وكان الخط ده في النادي الاهلي يعني التوفيق مش حبيبه شويه، وجي بدر بنون يحل الحكايه دي، وهي احتياجات النادي الاهلي ان انت يبقى عندك في نفس المكان نجم ونجمين، حط بقى بيكهام في نفس الزاويه، وفرصه ان احنا نقول لجمهور النادي الاهلي ما تسمعش للي بيقول لك الصفقه مهدده والصفقه متوقفه. قد يعني تعي جيدا كاهلاوي ان النادي الاهلي لا يعلن الا حين الاعلان عن يعني الصوره اللي هي الصوره الرسميه صحيح. لكن صحيح. لا، بيكهام خلاص، بيكهام تقريبا بيركن عربيته عند النادي الاهلي يعني. وبالتالي لا، كان موجود يعني الكثير من المدافعين، لكن ان تختار مدافع نموذجي ده اللي كان
اعتقد هدف النادي الاهلي في صفقه بدر بنون ان شاء الله يكون اضافه طبعا مع عوده سعد سمير، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. يعني هتعود فكره الفرقه الكبيره التي تمتلك مزبوط. في كل مكان زي ما بنتفق انا وحضرتك دايما، ما عندهاش بدلاء، عندها رصيد في بنك الاحتياط. صحيح صحيح. وحاجه من النقطه دي لحضرتك وهاخدها، طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، وبالتالي لازم قائمته تكون على مستوى هذه البطولات بعدد كبير من النجوم طبعا. وهاخد حضرتك لطبعا القرار للجنة الخماسية بمد القيد المحلي ل 30 نوفمبر، بعد ما كان طبعا بعض يعني طلع قبل كده قرار انه هيكون 19. فبرضو يعني بعد جلسة كابتن محمود الخطيب و شرح وجهة نظره مش بس للنادي الأهلي لكن على مستوى كمان على مستوى الزمالك، بيراميدز، بنتكلم عن المقاولين، فشايف حضرتك هذه الخطوة من اللجنة الخماسية ازاي؟ هنشكرهم برضو. احنا ما بنقول هناك نواقص، هناك ما يستدعي لفت الانتباه، مش هقول النقد، بنعمل ده. صحيح. فالحقيقة انهم ينصاعوا لفكر احترافي حقيقي، مشكورين يعني، ومشكورين اكتر انه لما كابتن حمود الخطيب راح واتكلم معاهم في وجوبية ان الحسبة تبقى صح، خلاص تراجعوا فورا عن اللي كان مقدمه يبدو المدير التنفيذي او شيء من هذا القبيل بعيد عن الفنيات. لانه انت لما بتعمل ده مش بس هتهدر يعني ما يسمى بميزانية الاندية، مشتريات عقود لاعبين زي بدر بنون وغيره كان هيستنى لشهر فبراير، وبالتالي انت تعطل راس مال النادي. لكن الاهم الدرجات ما دون الممتاز بتنتظر قوائم الكبار علشان تقدر تغذيهم. طيب لو انت بدات بيه الدرجتين الثانيه والثالثه، وده اللي مطلوب بقى انهم يعدلوه انتظارا لي يعني قوائم الكبار، واعتقد ان ده اللي هيحصل علشان يقدر هو كمان يتغذى على فوائد احتياجات الانديه دي. وبالتالي قرار يعني حكيم، مش هقول شجاع لانه مش محتاج شجاعه، هو محتاج حكمه انك لما تلاقي حاجه فيها خطا فورا تقوم بالتصويب او بالتصحيح. وده حصل لتاني مره بصراحه يعني. بالزبط. اول مره كان برضو كان النهائي يوم 6 فكان اخر القيد 4 وبالتالي مدوا القيد. مستحيل، خاصه وان قواعد الفيفا بتقول الاتحاد الاهلي يلزم الفيفا فقط بتاريخ، يعني لا هو بيقول له 9 ليه ولا 18 ليه. مظبوط. وفي نفس الوقت اصلا المد يجب ان يكون، ومن فضل الله عندنا انديه كتيره هي بتلعب قاريا، انت اصلا رايح على القيد افريقي في 15 فبراير، طب انت ليه ما تتوافقش اصلا ديسمبر كله موسم لازال مفتوح قاريا وعالميا، طب احنا ليه بنروح في سكه وكاننا يعني على اطراف الاحتراف، مش هقول هو. وبالتالي التصويب في محله، مشكورين عليه يعني. مشكورين عليه. وكمان ده كان ليه تبعيه او كمان خبر بالنسبه للاتحاد الافريقي والقوائم، قوائم انت عارف اعتقادي الشخصي كان بيبقى ملائم لموسم استثنائي اللي احنا مرينا بيه. كمان الاتحاد الافريقي بيفتح بمعنى صح بيفتح قائمه الانديه المشتركه في البطولات الافريقيه لاكثر من 40 لاعب، يعني هم بيقولوا الحد الادنى 33 لاعب دي في فتره الفتره الاولى ويضاف كمان سبع لعيبه في القيد الثاني في الشتوي. ما هنا بقى تحس ان الناس مهما بنقصوا احيانا على الكاب في بعض النقط، لكن الحقيقه هم عندهم لجنه فنيه بجد. صحيح. عندهم مش خيال بقى، عندهم اجنده بجد، عندهم حد بيفكر تفكير يليق بمكانه القاره الكرويه امام العالم. وبالتالي هو ارتقى ان جائحه كورونا ما فيش كنترول عليها، يا رب يعني يرفعها عن البلاد والعباد وفي كل الدنيا. وبالتالي انا ليه استنى قرار استثنائي لو استمرت الجائحه في العام 21؟ يا سيدي ما انا اعمل الفرايتي ده، وفي نفس القرار انا باخد مع النادي خطوه بتخليه بيصعد 10 لاعبين من قطاعه. طبعا لو احنا زي بره والشركات شغاله تستطيع ان تتعاقد ما دمت بتودع، يعني ما فيش حاجه اسمها قوائم، في حاجه اسمها تسجيل وفقط. انت تستطيع ان تمتلك عقود ل50 لاعب ما دمت تجد مصروفهم، ما دمت لا لا لا, لا يذهبوا نحو شكوى يعني كابتن هاني من اللعب من عدم التوافق بقى الاداري بقى في عقود احترافيه حقيقيه يعني. صحيح. وبالتالي طالما احنا ما عندناش الخطوه دي، طيب اهو الكاف عمل لنا الرؤيه دي، وبالتالي يعني ما اجمل ان انت كنا بنعملها كده لما يجي حد من بتوع الكره الفهمانين شويه فيقول لك ايه وخمسه من قطاع الناشئين، كانه بيمررها سرا يعني. صحيح. لا يا سيدي ما تحطها رولز، ما فيش اي مشكله،
زي ما بتفتح ابواب القيد انت كمان لازم تعد يعني كتيبه الشباب دول. دول ما بقوش صغار خلاص، في عمر ال 17 وال 18 نجوم محترف. منتخب البرازيل اللي بيلعب هنا المنتخب الاولمبي مع نجم ريال مدريد رودريجو صحيح. وبالتالي انت بتتكلم في شريحه هي يعني لو ما احترفش دلوقتي ولو ما بقاش في الفريق الاول دلوقتي خلاص فليذهب الى شريحه اخرى او كاتيجوري تاني، يعني ما يبقاش بقى مع الناس اللي هي سكان المنطقه السداسيه مش هقول الرباعيه. وبالتالي انت يعني خد من ده بقى، وده اللي كنت بقوله مع حضرتك، نفسنا مره نترجم يعني ما ناخدش على عاتقنا ان احنا نعمل بحثيه في لائحه مثلا، يا سيدي ترجم الخمس لوائح الكبار الى اللغه العربيه وهو اسهل بكثير، خد من الاتحاد الافريقي ما يمكن ان يكون نقلا عنه وطبقه، وشيل الاشياء التي لا تناسب مجتمعنا والحاجات اللي صحيح بيخوفونا صحيح بيها دي صحيح. ومحدش قال غير كده، محدش قال نقامر، محدش قال يعني يبقى في اعلانات خمور، يبقى في اعلانات يعني للسجائر او الدخان وكذا. يا سيدي شيل كل ده وهات الباقي. انت ليه عايز تعمل الجمعيه عشان تفكر في لائحه، بينما اللوائح تم اختراعها. احنا عايزين يعني مش هنخترع العجله المثل العظيم ده، احنا عايزين نسوق العجله زي كل الناس اللي بتعرف تسوق عجل كويس صحيح. ونسيب ايدينا احيانا، مش افضل بقى ادور على طريقه لقياده العجله، هي طريقه واحده ملهاش تاني. وبالتالي اهو في حراك، امل ان الاتحاد المنتخب القادم يكمل بقيه الحاجات اللي كانوا على سبيل يعني القعده ومستأنسين بالكابتن الخطيب في الجبلايه فتحوا الكلام، وان كان معلومات ان قال لهم ده مش يعني نفس الحكايه مش هيبقى في قعده، اللي هي فكره بقى ايه رايك في بعض بنود اللائحه احترافيا وايه رايك في الرابطه. هو في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها الاول نعرف الرابطه؟ انا مش بقلل يعني ده حصل في كواليس كابتن خطيب القعده يعني. ما اتكلمش بس على القيد لكن اتكلم يعني على مستقبل الكوره في مصر. كابتن الله عليك الكابتن قال لهم يعني لما بتتكلموا عن خطوات مستقبليه هي جاده جدا، لكن يا جماعه ده محتاج الاول تشوفوا احنا خلصنا رخص الاحتراف ولا لا، في جمل مقتضبه يعني يا جماعه لازم تشوفوا هي الكره تبقى شركات ولا لا، يا جماعه لازم تشوفوا القاعده اللي على اساسها يبقى في رابطه انديه محترفه، لان دي ما انا اسف جدا مش هينفع فيها ناسنا بتوع الكوره الموثوق فيهم جدا وكذا. انا بس خايف يعني مش عايز اقول اسم لان الناس تفكر ان هو كان يعني عندنا كم اسم، الحاج محمود الشامي مثلا، السيد جمال علام واخرين من الجيل ده يعني اللي هو يقول لك ايه الحاج عامر حسين، طب ما نجيب ده الرابطه. لا ده الرابطه مش حكايه شخص امين وفاهم اللي هو من المتطوعين، ده الرابطه دي يعني مسوقين يعني ناس فهمانين، يعني ممكن تقول له مرتبك جنيه يقول لك لا انا من ابو خمسه وحاجات كتير كده حضرتك عشتها اكيد. عشان كده الكابتن بتادب يعني شديد هو معتاد عليه قال لهم انه ده الاول محتاج ان تدرسوا المناخ اللي هتبقى فيه رابطه انديه محترف، الشروط اللي على اساسها هيبقى فيه رابطه انديه محترفه، ليست عناوين تطلق وفقط. وبالتالي اللائحه كمان مكانها مش جلسه سريعه، كان أساسها القايمة، لكن أن ترسل وتناقش وكذا. اللي ممكن تقول الواحد بحجم محمود الخطيب يعني نجما كرويا فنيا وإداريا أيضا، اللي ممكن تقوله أنه مثلا لو على سبيل الحكي يعني أنك تقوله طب إيه رأيك أن احنا مثلا عاملين تقليص عدد الأندية، أكيد هيقول دي حاجة كويسة، لكن أكيد يعني كان هيقول لهم طب التصنيف تم على أساس إيه، طب مين يبقى بصوت، مين يبقى كذا، طب يا ترى ال 95 هيقترع او ال 96 على كل الحاجات ولا زي ما هيكون هنا ده بيقترع في الممتاز الثاني بيقترع في الدرجه الثانيه، اللي بنامل بقى ان ما بقاش في الف وب دي بقى كتير قوي علينا كده كابتن بصراحه. لا يعني انت حضرتك بتفتح ملفات جوه ملفات مهمه جدا جدا، وبتتكلم على ان شاء الله كل الامل على الانتخابات اللي بالنسبه لاتحاد الكره اللي جايه، ووجود طبعا زي ما اتكلمت رابطه الانديه المحترفه بشكل كويس وتراخيص الانديه المحترفه. ما هو ده الربط بقى، ما هو ده الربط يا كابتن، لانه يعني ومن قناه النادي الاهلي لعيبه كتير قوي بحكم الود والروابط الاسريه بين اللاعب المحترف وماما النادي مشكله. اللاعب بعد في الشهر الثالث هو براء من العقد ما دام مرتبه مش في البنك. ده بقى ايه اللي بيحصل فيه في كل العالم؟ لا بياخد حقه اللي هو يبقى فري،
ايه اللي بيحصل في مصر؟ انا مش مع اللجنه دي الحقيقه، ده على امتداد، ده على مستوى امتداد طبعا، يقعدوك في الاوضه الضلمه ويكلموا النادي الحق هات قرشين كده وتعالى عشان نحل لك مع الولد. مفيش حاجه اسمها كده يا كابتن، لا خلاص انت تحتاج ان تصبح زي بقيه مصر، تصبح نسخه دوليه حقيقيه مش شبه العالم في حاجات وحاجات تاني بتسويها كده ايه بالجدعنه، وان كان ده مطلوب احيانا على فكره، انك تحلل بدايه مشكله او تحلحلها بما بين الناس من ود او ثقه، لكن على ان تذهب فورا نحو اللوائح والمكتوب منها كمان مش الشفهي. وبالتالي لا، احنا بينتظرنا عمل كثير، احنا في عامل مئويه الكرويه لاتحاد الكره المصري، احنا داخلين على اتحاد منتخب يعني قواعد، يعني انا النهارده مثلا نادي بيدشن لاعب فبعتل له من موقع القاهره 24 زملاء يغطوا، اول حاجه قال لهم وخلوا الكابتن شلتوت ما يقطعش، لاني اتكلمت عن ميزانيات ووجوب ها انه الاموال تعرف، يعني اللي هي الحاله الاحترافيه. هو الحقيقه بيقولها بتادب وبضحك وبتاع، بس هو انا عملت ايه؟ ده انا بقول يا اخوانا الكوره 1 2 3 4، مفيش بقى حد يقدر يجلي بند منهم، وهذا ما نامل فيه، وده اللي انا اعتقد ان الدوله المصريه هتطلبه، لانه هي ما تتدخلش فنيا طبعا عشان فكره التدخل الحكومي، لكن ان تطلب كما طلبت لجنه تخلي الاتحاد بتاعنا زي الاتحادات في كل العالم، هي ايضا لابد ان تطلب ان الاتحاد الجاي يبقى في دوري محترفين حقيقي، يبقى في لوائح حقيقيه. ده بقى الاختصار. اعتقد كل اللي بتكلم حضرتك على دي عمليه اراده طبعا، الاراده لما تكون لازم الاراده تكون موجوده، وزي ما حضرتك بتتكلم احنا ليه ما نجيبش يعني التوب 5 بتاع يعني البريمير ليج بيشتغل ازاي، البوندسليغا بيشتغل ازاي، ونحاول نطبق جزء كبير من هذه المنظومه، وبالتالي نحط رجلينا على يعني على الاحتراف الحقيقي. يعني لغايه دلوقتي بنتكلم بكل امانه، لو اتكلمنا على ملف كره القدم في مصر ليس هناك احتراف حقيقي على مستوى الاتحاد او على مستوى الانديه بشكل كبير جدا طبعا. ما انا بقول لحضرتك الرابطه لابد ان يكون لها مسوقين يا كابتن، اصلا الاتحاد اصلا المنتخب اعتقد لازم يبقى زي كل الاتحادات، لازم يكون ليهم مخصصات، لا لازم يركب فيرست كلاس ما ينزلش من الدرجه الايكونومي، علشان لما يبقى ليه مخصصات مقابل استغلال فكره الكره ستنتعش خزائنها، بدل ما يبقى ده بيقول على اصله خد تذكرتين، ده اصله مسفر ابن اخوه معاه فقعد في الاوتيل في اسكندريه عشان يروح الماتش بالدرجه اللي هي، ما كل ده محلول وليهم مخصصات وليهم دعوات ويقدروا يصطحبوا الزوجات، وكلنا بنشوف ممثلينا في الهيئات الدوليه دي كيف يعيشوا هذه، بس كل ده تحت قائمه اللوائح والقوانين الاراده هي بالظبط. مصر مش اقل انها تطبق اي حاجه، لا طبعا احنا قادرين على ده، ودايما انا شايف ان يعني احنا في ناس عارفه الكلام دوت، وحضرتك دايما بتنادي بيه، والمسؤولين عارفين، يمكن كان في بعض المصالح الشخصيه بتخش في ان احنا مش عايزين نمشي على الطريق الصحيح، فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه مع انتخابات اتحاد كره جديد ان كل الامور دي تتصلح بشكل جديد. ولو جينا سيره الانتخابات اكيد كمان هنخش على انتخابات الكاف، انتخابات صحيح. الكاف طبعا اعتقد يعني الامور مشتعله جداً. عايز حضرتك تكلمني على الباشمهندس هاني ابو ريده واعلانه امبارح ان هو لن يترشح على يعني على كرسي رئاسه الاتحاد الافريقي، ولكن يتمسك بترشحه لمقعد في الفيفا. انت طبعا يعني عاصرت هاني ابو ريده كما عاصرناه، يعني شخصيه محترمه وجديره بالاحترام طبعا، ثعلب، وكويس ان هاني رمزي في قناه النادي الاهلي بيقول انه رجل يعني جدير بالاحترام، لانه برضه للامانه دائما، لان انا شفت يا استاذ، انا بقول لحضرتك دائما ما يجلد ويقول لك ما بيعملش حاجه للاهلي بيعمل لفلان، انا بتكلم بمنتهى الصراحه ما بيعملش حاجه لمصر، بينما ما حدش بيمثل بلده، يعني العربي المصري انا بريده فخر المصر انه يمثل منطقه زون في افريقيا، مش فاكر بيبقوا كام دوله بيبقى هو مسؤول عنهم، العربي مثلا الجزائري عشان راجل اخونا الكبير وانا بحبه جدا حاج روراوة قبل ما يسيب يعني الكاف، كان يمثل برضو كعربي جزائري زون افريقيا يا كابتن هاني، وبالتالي دول بيدافعوا عن المناطق دي وبيكسبوا ثقتها، لكن وجودهم في الكاف او في الاتحاد الافريقي طبعا معناه الا تظلم مصر. كابتن جوهري زمان جالنا الله يرحمه في 2004 وكان هاني مترشح افريقي ودولي، وطبعا حصل علينا هجمه يعني شعواء
وهددنا انا وشوقي غريب وعلاء عبد العزيز واللواء علاء مقلد، لانه كان المنافس سليم شيبوب، وما ادراك ما سليم شيبوب في مرحله نتمنى الا تعود لها تونس، يعني مرحله الرجال اللي بيسيطروا على الدول يعني. هددنا ففاز افريقيا، فزعلان لانه كان مربط كويس قوي. والدوله المصريه هنا بقى استثمار مصر في الشخصيات الدوليه زي الدكتور حسن مصطفى زي المهندس انا وريد. فماذا حدث؟ قال له هاني الله يرحمك كابتن جاري، وانت عارف طريقته، احنا كنا زمان بندور على سواق فرح قده وهو عايش في مصر، النهارده عندنا كرسي جوه يا هاني. مظبوط، كمل يا هاني، بلدك استثمرت فيك وانت عارف وطنيه كابتن جاري. وبالتالي هاني الثعلب الكروي بخبراته، واحد من اهم اربعه في العالم، ارادة من رضى وابى من ابى. لا هو دلوقتي كيف يعني يخرج؟ اولا القاره السمراء لا تقبل بسهوله ابيض الوجه، لا البشره السمراء تسيطر. مصر حين اسست الاتحاد الافريقي الزعيم خالد الذكري جمال عبد الناصر لما ادوله كله تمام، وان غانا والسودان مع مصر بقوا الاتحاد الافريقي، وكان اعتقد اللواء عبد العزيز عبد الله سالم كان يفترض هيبقى مطروح ومحدش هيقول لا رئيسا، قال لهم لا فليكون الرئيس من القاره السمراء، وبقى العرف كده حضرتك فاكر طبعا. ها مع ان مثلا اللواء الكسار السيد علواني رحمه الله كان اسمر، لكن لا سمره افريقيا. وبالتالي ادي حاجه. الحاجه الثانيه، ماذا لو لم يخرج احمد من السباق؟ هيكون ايه الموقف؟ هذا الرجل الذي دعمت وجوده مصر لكسر الفساد كان داعم قوي جدا، صحيح، والدوله المصريه توافقت مع رؤيه هنا بوريده لانه هو سافرها مزبوط في المنطقه دي. ومن ثم طب لو الراجل ما خرجش من السبق، وهو بيتقال ان في دعوات قد تخرجه وكذا، لو ما خرجش من السبق، طيب الاهم والاولى ان انا واحد من اربعه. هل تعلم، خلينا نحلم، ان هنا بوريده اذا انفنتينو كان في بعض القضايا برضو اذا عزل هو الرئيس، يعني في محل الرئيس للفيفا هو الاقدم بالمناسبه يعني لتولي يعني المسؤوليه في حين ترشيح رئيس لحين آخر. ترشيح ادي حاجه ده. طب ما ده ينقلك لحلم تاني، عرب افريقيا واسيا، بعض الدول المتوافقه معنا، والدول وانت عارف بتعمل في هذه الانتخابات لانها بتستثمر في رجالها، يعني الكره مخلوطه بالسياسه. انت ممكن ترشحه هناك زي الامير علي بن الحسين ما ترشح قبل كده مره وكان تشريف لينا وخد اصوات كبيره الحقيقه. وبالتالي احنا ليه بنستقل نفسنا وليه ما نفكرش بذكاء كده؟ في معركه هتحصل في القاره كمان، اللي دخلوا انا الاسماء مش حضراني بس اغلبهم مليارديرات يا كابتن. منهم طبعا رئيس النادي جنوب سان داونز، وهذا الرجل يعني من اهم اصحاب محلات الالماس في العالم، صحيح. مش هقول تاجر ماس لحد يفكرني بقولها يعني بلغه اخرى يعني، لا هذا الرجل ملياردير. واثنين تاني برضو، في واحد تاني من كوت ديفوار ملياردير ايضا. وبالتالي لا الخناقه دي مش بتاعتنا، لكن الخناقه دي مصر تخش تحجز زي ما عملت مع احمد. مصر تظل هي الرياده، تظل هي من يصل بحاكم كروي افريقي لكرسي الرئاسه لا باس، فيصبح نائبه الاول مصري او عربي النائب الثاني زي ما الكتل اللي انت عشتها من المغرب تونس الجزائر. وبالتالي نظل احنا من يحرك مش بس بمقعد الرئيس. اعتقد دي حزبه هاني بوريدا الذي اعرفه يعني. وبالتالي لا القصه ماشيه كده في طريقها السليم، يعني الفيفا اضمن واهم، ثم وانت عضو فيفا انت بالضروره موجود في مقعدك الافريقي اكيد، وعلاقات الباشمهندس هاني يعني بتسنده في الجزئيه بشكل، واحنا كمان كمصريين يعني طبعاً. نكون على مستوى يعني على مستوى مصر انك عندك عضو ما زال بقاله فترات طويله جدا جدا في مقعد الفيفا، وان شاء الله يكون ليه كمان مقعد خلال الانتخابات اللي جايه، فده شيء زي ما حضرتك بتقول بيشرفنا كمصريين. وانا عارف وحضرتك عارف بعض المجهودات الكبيره جدا اللي كان بيقوم بيها المهندس هاني ابو ريده بدون الاعلان عنها وبدون تفاصيلها. صحيح يعني. والناس بتشوف صوره مع كابتن خطيب، مع كابتن حسن حمدي، مع اسره الاهلي زي ما بيشوفوه مع الزمالك، سيبك من ضبابيه المشهد يعني. اعتقد ما كان سيتحدث هاني رمزي في قناه الاهلي الا لو هو عنده الصوره السريه اللي لا الاهلي بيطلع يعلن عنها
ولا هاني بوريدا بيطلع يعلن عنها. صحيح. وبالتالي كان مساند بشكل كبير كل المنتخبات وكل المنتخبات كمان على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات من زمان جدا جدا كان بيساند المنتخب. وفي فترتي انا منتخب الاولمبي كان سبورت جامد جدا مع الكابتن شوقي غريب، وكذلك كل ده لمصلحه مصر ومصلحه المنتخب والكره المصريه بشكل عام. والا الدوله ما كانتش تاخد برؤيته في اكثر من بطوله وتستثمر حتى في وجوده. وده برضو اللي بقوله للجمهور، لا يمكن ان يتحدث هاني رمزي بهذه الطريقه في قناه النادي الاهلي، وليس بقى هذه المره عشره وحب في هاني بوريدا الا وانت تعرف الكثير عن علاقته بالانديه، لكن باعتبارك انت اهلاوي فعارف علاقته بالنادي الاهلي، واعتبارك دولي عارف ما يقدمه للاعبين الدوليين، ما يقدمه للمنتخبات حين كان يعمل في منظومه اتحاد الكره يعني. صحيح. ونروح للمنتخبات يا استاذ عصام، ويمكن النهارده كان في مباراه ما بين كينيا وجزر القمر، انت عارف مجموعتنا تعادل 1-1، اعتقد دي نتيجه ايجابيه في صالح منتخبنا. شايف الخطوات كابتن حسام البدري واستعداده لماتشين توجو ورؤيه على المستوى الفني ان شاء الله للماتشين دول؟ احنا هنفضل يعني مصرين ان احنا نواصل دعمنا للكابتن حسام لغايه ما يخلص ماتشاته ثم نقيم. ما حدش يخش دلوقتي، خاصه ان احنا لا محللين ولا يعني كارنا او صنعتنا ان احنا مدربين، احنا اعلام بنلقي الضوء احيانا قبل الاختيارات، بعد الاختيارات قد ننوه لماذا هاني ولماذا لم تختار عصام، لكن في المجمل حين يتم الاختيار النهائي وكذا علينا ان نكون داعمين عشان الراجل يبقى خد حقه كاملا. لكن الحقيقه في الجزء الفني انا مستكتر قوي ان احنا نقلق. صحيح. كمصر مستكتر قوي اصلا ان احنا نقول حسبه بيرما، مش علشان كينيا وجزر القمر يعني وتوجو اقل مننا خالص يا كابتن، لكن لا كتير علينا قوي كده، بتحصل ضربات بتخلينا يعني حتى انا رافض فكره اما نقعد جنب بعض في الماتشات يلا يا رب بقى صلى على النبي. لا يا جماعه مصر مش دي، وعشان كده لازم ننتظر يعني زي بتاع التحكيم الحديث وتنسيه، نشوف الكابتن حسام بالمنتخب باختياراته اللي وقع عليها هيروح بينا فين ان شاء الله. احنا نتمنى، وزي انت ما بتقول يعني انا ايدك تماما، ان احنا قادرين ان منتخب مصر بالاسماء واللعيبه الموجوده المباراه ان شاء الله على ارضنا ثلاث نقط. انت زي ما بتقول الموضوع مش سهل ان احنا عشان مصر ينزل خلاص هنكسب، لكن التاريخ بيتكلم، وحتى المقارنه ما بين الحاله الفنيه واسماء اللاعبين والاسماء فراده بالظبط. فان شاء الله تكون مباراه موفقه، ولو جبنا سيره الاسماء اكيد هنتكلم ابرز الاسماء في منتخبنا القومي. محمد صلاح مفيش شك، محمد صلاح طبعاً. وعودته مع طبعا تريزيجيه، وبنتكلم على مجموعه المحترفين ترزيني والنني كابتن الارسنال، وعندنا حجازي حتى في اتحاد حجازي راح اتحاد جده بشكل كبير جدا. بس هاخدك في جزء تاني، جزء يمكن النهارده الساعه 8 كان في احتفاليه بمحمد صلاح. محمد صلاح طبعا احتفاليه على مستوى وزير الشباب، وعلى مستوى في اللجنه الخماسيه بتكرم صلاح بفوزه كابتن خطيب حسن شحاته. قامات كبيره جدا طبعاً. جدا شايف ازاي الاحتفاليه عشان يبينوا الامتداد يا كابتن، عشان يبينوا ان لكره القدم المصريه ما هو موثق اجيال وراء اجيال. رحم الله طبعا نجوم غوالي كبار يعني، لكن على الاقل لما يبقى كابتن حسن وكابتن خطيب موجودين لازم يبقوا في الحفل. فابننا طبعاً. كلنا محمد صلاح، مو صلاح اللي عربت من اجله الدواوين زي عصر مقاومه المماليك كده، وبقى في صفحات عربيه للانديه كابتن، حاجه كبيره قوي لما النني بقى كابتن الارسنال. وبرضه بقول للجمهور ساعات انتوا بتبقوا في حتت كده اللي هو يقول لك ايه اصل الراجل ارنيتا ده لعب معاه رتيتا. لا ما هي الحكايه مش كده يعني لا الحكايه في الاخر ان انت عندك خامه، ان انت عندك ما يمكن ان تورده للعالم. عندنا مناجم يا كابتن وانت عارف كويس قوي، عندنا مناجم من المواهب يعني صلاح كان يجب ان يكون مكرما بعد هذه الالقاب اللي جمعها، ودي اول حضور لي بعد القابه العديده يعني. طب خلينا نتكلم مع واحد من الثلاثه الكبار في العالم، يكفي ان بيليه يخرج معلنا انتهاء عصر ميسي وكريستيانو وبدا عصر نيمار وصلاح، ده لوحده يعني حاجه كبيره قوي يا كابتن. اكيد اكيد. بس انا خلينا نتناقش في نقطه يمكن يعني انا كنت بفكر فيها على المستوى التنظيمي، على مستوى التحضير لمباراه توجو. حضرتك مش شايف شويه ان اولا تكريم محمد صلاح بمناسبه حصوله على البريمير ليج خلصان بقاله فتره طويله، واحنا دلوقتي بنلعب في الاسبوع الثامن من السنه اللي بعديها،
كان ممكن اختيار التوقيت يكون افضل شويه. انت وديتني حته ثانيه. انا بتكلم على حقه وفي التكريم. بص حق محمد صلاح محدش يقدر يعني ينفي ان هو عمل حاله اعتقد انها مش هتتكرر على مستوى, او هنقول مش هتتكرر ببساطه. ببساطه ووصوله الدرجه ويستحق التكريم بكل انواعه. لكن صحيح. انا يعني شايف ان التوقيت ما كانش على المستوى المطلوب. انت عندك مباراه كمان 3 ايام 4 ايام او 3 ايام. والتكريم بيتم طبعا في حفله كبيره في اوتيل كبير, طبعا كل النجوم بيحضروها وزي ما بيقولوا كده ما بين قوسين كبار الزوار. لكن التوقيت انت شايفه صحيح وتكريم محمد صلاح بس, ولا كان ممكن ممكن العمليه تدار بشكل اكثر احترافيا؟ هو ده بقى الموضوع, كان يتم بشكل أكثر احترافية. لكن هناك دائما من يشعر أنه متهم وبالتالي يريد أن يقدم دليل البراءة في جريمة ملوش دعوة بيها. يعني حد اتقتل في شارع فأنت ساكن بعد 5 شوارع. عادتنا المصرية الكروية أن أنا أقول أنا ما روحت الشارع ده, ما أنه حد سألك ولا البوليس جه الشارع ده. وبالتالي صلاح زعلان, صلاح عنده مشاكل احترافية 80% لها الحق فيها, اللي هي فكرة انت عارفها طبعا, طبعا عملية التسويق والماركتينج وكذا والماركتينج. وبالتالي يا عم هو احنا هنكرم صلاح ونعمل حفلة عشان هو حد يقول ان احنا نقدر نزعل صلاح. لا مش كده بقى, كان يجب ان يكون هناك توقيت محدد وليكن بعد تاني ماتش ولو نص ساعة, ومش هتفرق وقتها في فندق 5 نجوم ولا في المطار وهو يغادر صوب انجلترا بالمناسبة, لانه هيحدث الفعل ألا وهو التكريم. وبالتالي طبعا أنا معاك أن التوقيت خاطئ جدا, لا يمكن اللعيبة النهاردة مش هيكونوا في الحفلة مستحيل. يعني لا الجهاز الفني يعني ده اللعيبة أعتقد كل اللعيبة والجهاز الفني كمان. أنا بقول لحضرتك يعني. ده في فندق المنتخب وكأن دي كده يبقى عملوا الصح, يعني إيه ما خلوهاش في قاعة أخرى يعني أو خارج المنتخب. النهاردة بتتكلم عن التركيز والمفروض اللعيبة ما تكلمش التليفونات وما تكلمش أهلها وما تكلمش أصحابها ومطلوب ساندويتش زيادة وبعدين تروح عامل لهم حفله. لا في التوقيت ده طبعا المقصود. فانت رحت حته تانية, لكن ما باليد حيله. هذه هي اخطائنا التي يجب ان نصححها. امتى بقى؟ لا تسالني من انا. لا اكيد هسالك ان شاء الله, ولازم يكون في حضرتك عندك رؤيه وعندك فيجن وكمان عندك راي واضح جديد. لان انت استاذ عصام انت خبراتك كبيره جدا, وانا واحد شاهد على هذه الخبرات. كنت متواجد جوه المطبخ فترات طويله جدا, وياما كنت بتقول يا جماعه عايزين نصلح. فيعني طبعا اكيد هيكون كابتن ده بيعتبر تنظير. انا عشت مع اغلب الاجيال لغايه جيل الارجنتين والجيل اللي بعده كمان, وشفتك وانت يوم الفري بنخرج نتمشى انا وانت الساعه 3 الا ربع, ومعرفش ليه 3 الا ربع بتروح مروح جري على الاوتيل اللي هو اليوم اللي مسموح لك زي ما اتعودت في اوروبا يعني. صحيح. وبالتالي شفت كمان عظماء المدربين الكبار اللي عارفين يعني ايه اللعيب يبقى فري. الحكايه ما بقتش قفل بس ولا شيل الوصله زي زمان وبس, لكن كمان بقول لهم حتى اذا عشت معاكم فتره وانا اعلامي وانتم بتوع اداره المحتوى عايزين تجيبوني في الاستشاريه الاعلاميه, يا اخي افتحوا الامتحان. اذا انتم عايزين 2 ها يعني خدوا واحد زي صاحبكم ويكون عنده ضربات مثلا في كذا حاجه, فانا جايب 6 من 10, لكن لا تهدروا قيمه اللي جاب 10 من 10 عشان مش مننا يعني. صحيح. حتى المجامله موجوده يعني. هو في المانيا ما فيش مجامله طبعا, لكن المجامله مش كل حته, لكن مش على حساب المصلحه العامه. المجامله مش في الخرسانه اللي هي القواعد البناء. المجامله بقى يعني الحاجات الغاليه دي, سيراميك يعني فرز اول بشرطه, بلاش رخام, هات رخام مصنوع, مش عارف الازاز ما يبقاش من اللي ما بتخترقوش الرصاصه. لكن في الاخر لازم تعمل قواعد واساسات سليمه. صحيح. يعني احنا مش ضد, احنا بس عايزين نقنن. ده دورنا, وان شاء الله باذن الله مع تواصل مع حضرتك في فقرات كتيره جدا هنا في البيت الكبير بنحاول نوصل لافضل حالاتنا, لان مصر تستطيع ومصر قادره, ومصر ان شاء الله باذن الله والله مصر يعني دعم. ان شاء الله اكيد مصر تستطيع. ده كابتن يعني ما نقولهاش اصلا, مصر عملت وقدمت ومن زمان. ده الا بقى مصر الجديده من 2013, وانا مصر اللي يجيب الكوبي بتاع الكان 2019 يشوف ازاي مصر وبشركات وطنيه. وانا مصر برضو ازاي عملت نقل تلفزيوني زي اوروبا, قناه واحده بفلوس والباقي حق الشعب, تذاكر اونلاين, نظام في الدخول حتى التفتيش, حتى الامن اللي كان موجود جوه الملعب ومحدش يقول لك ان الحكايه مصر.
الحكايه اللي معاهم كارنيه مصر لازم يبقوا جديرين بتغيير مزاجهم هم في اداره المحتوى. ده ان شاء الله نتمناه يا استاذ عصام، نتمنى ان شاء الله. في طبعا في نهايه لقائنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله على تواصل دايما ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني كل اللي نتمناه وشفناه في اوروبا ونحاول ان شاء الله نشوفه في مصر هيكون قريب ان شاء الله على ارض مصر ان شاء الله. ان شاء الله استاذ عصام شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. دي كانت نهاية فقرتنا أو الحوارية في البيت الكبير، طبعا معنا فاصل وبعد الفاصل كابتن هاني الأجهزي.